أنا سائق مبتدئ، هل هناك مكان لأركب؟ ضع حزام الأمان، افتح الشباك من فضلك، أوقف السيارة لو سمحت، لا تسرع. كم أجرة الوقوف بالساعة؟ وصلني. حسنا، اركب. لا أعرف كيف أسوق سيارة بمغير السرعة العادي. أنا سائق مبتدئ. أنا لا أعرف القيادة، ولكن عندي رخصة غير مستعملة. منذ متى تقود؟ منذ 10 سنوات. تعال لتوصلني. اركب، نحن في نفس الاتجاه. وصلني إلى بيتي لو سمحت. سوف أوصلك إلى المحطة. هل هناك مكان لأركب؟ شكرا، ولكن سوف أذهب وحدي. ضع حزام الأمان. وصلني. حسنا، اركب. هل من الممكن أن أدخن؟ افتح الشباك من فضلك. هنا يجب أن تضع حزام الأمان في المقعد الخلفي أيضا. شغل المكيف من فضلك. شغل الغماز باتجاه اليسار. اتجه إلى اليمين من هناك. هذا طريق مسدود. دخلت في المسرب الخاطئ. يجب أن نسأل أحدا عن الطريق. هل من الممكن أن نمر بمحطة الوقود في طريقنا؟ الطريق مزدحمة. نعم، ما السبب في ازدحام الطريق؟ يبدو أن هناك حفريات. أوقف السيارة لو سمحت. أنزلني عند المدخل. شكرا على التوصيل. أين تود أن أنزلك؟ سوف أنزل هنا. شكرا. أسرع، لا تسرع. احذر أمامك. أمامك رادار. التزم بالإشارة. ستمسك بك الشرطة. لا تقود السيارة وأنت ثمل. لا تقود السيارة وأنت نعسان. خفف السرعة. السرعة المسموح بها هنا هي 30 ميلا في الساعة. كم أجرة الوقوف بالساعة؟ هذا موقف مجاني. هذا موقف خاص بالمقيمين. في الأمام مكان فارغ. اسحب لي تذكرة الاصطفاف. سوف أرجع للخلف، ولذلك انظر ما إذا كان هناك شيء في الخلف. هل يمكن أن أوقف السيارة هنا؟ لا، هذه منطقة ممنوع الوقوف فيها. أنا مشغول هذه الأيام، ولذلك لم يكن هناك وقت لغسيل السيارة. أنا آسف لأن السيارة قذرة. السيارة نظيفة. نعم، لم يمض وقت طويل على غسيلها.